السلام عليكم. فيديو اليوم لتحضير تيراميسو، نسحقو بودوار، خيمة تيراميسو، جو، قهوة، كاس حليب، وهادو للتزيين. بون، خليكم مع طريقة التحضير ونقولكم على نصيحة أم رضا اللي قالت لي وصليها لهم. ألو، غتقولكم بلي خلي ولادكم قرب ليكم، دو ان باش يحكوا لكم كلش، باش يتقربوا ليكم، باش يكونوا صحابكم، باش كي تكون حاجه يحكوها لكم ليكم نتوما الاولين قبل وكلش، وتاني باش تعلموهم عفايس كيما هكا طياب ولا حاجه واحده اخرى، هكا يولوا يتكلوا على رواحتهم. غدوه من غدوه ما تعرفوا بلاك يروحوا يقراو في لترونجي ولا يصيبوا رواحتهم وما يحصلوش. هذه هي. وما هذه الحكايه تفكرت حكايه صارت لي مع خويا. احنا مفشينو بزاف، بون حنا غير ديك لي زالجيريان فشين دراري، دونك كنا مفشينو سوا ديزون، ما يدير والو، صاب جيبي لي مغرفه، صاب طفي الضو، طاطاطي طاطاطا، ما يدير حتى حاجه فرانشمون والو. اون بعداتيك كتب ربي، دوكا صافي لونطوم لي طلع يقرا برا، وهو مالف اي حاجه ديرها له يما ولا نديرها له حنايا. سيرمون صاب دي ديفيكولتي بزاف و جاتو صعيبه، اوليو مي بازي بوكو بلوس على قرايتو ولا يتعلم دو باز واش يدير، كيفاش يطيب، كيفاش يتكل على روحو يعني. بون فراها باسكو عنده واحد 5 سنين هو تما، مي كومام جاتو شويه صعيبه يعني. مليح لو كان واحد يعلم ولادو باش يتكلوا على روحتهم، باش في اي كا يصيبوا روحتهم وما يطيحوش، ما يطيحوش وما يمدوش يدهم تاني لواحد اخر. فوالا، نخليكم تكملوا تشوفوا الشيف رضا، وسلام عليكم. وش هي طيبة؟ صحة عندكم.